ما رأيك سيدة سميرة؟ هل فعلا الخيارات حاضرة ومتوفرة وكثيرة ربما لدى المعارضة بالرغم من كل هذه الانتكاسات المتلاحقة على الأرض وبالرغم من كل هذه المراحل التي دخلها هذا الصراع وكل هذه التحولات والمنعطفات التي أخذها وسلكها؟ أولا مساء الخير سامك. لك ولمتابعيك ولضيفك الكريم. لا أعرف عن خيارات كثيرة متاحة، لكني أعرف أن علينا أن نسأل ما هي الأدوات الميدانية الحقيقية للثورة السياسية بخلاف ما هي أدوات المعارضة المسلحة. الأداة الحقيقية للثورة السورية كانت المظاهرات التي استطاعت فعليا أن تضغط على المجتمع الدولي لإخراج القرارات والبيانات من بيان جنيف وإلى القرارات الدولية الكثيرة. إذن الأداة الرئيسية كانت المظاهرات التي اشتملت معظم مناطق سوريا والتي كانت تنادي بالحرية. فيما بعد أصبح هناك ما يسمى فصلنت الفصائل أو تشكيل فصائل مسلحة. هذه الفصائل المسلحة في البداية اعتمدت على المنشقين من الجيش الحر وكان لها مهمة مفيدة جدا وهي حماية المتظاهرين وحماية المناطق المدنية، لكن بعد تشكيل الفصائل المؤدلجة والفصائل التي لها أجندة خارجية أعتقد أنها كانت خنجرا في ظهر الثورة وربما كانت أداة من أدوات المعارضة لكنها لم تكن أداة من أدوات الثورة، بدليل أننا اليوم في واقع مرير يجب أن نعترف به، يجب أن نعترف أنه ليس لدينا نخبة سياسية تقود العمل السياسي الوطني البعيد عن الأجندات والارتهانات الخارجية. إذن الخيارات ليست كثيرة إذا ما عدنا إلى الواقع الميداني، ولكن الخيار الوحيد أمام الشعب السوري هو استمراره في ثورته التي تطالب بالحرية والتغيير السياسي بعيدا عن المحاصصات وبعيدا عن الارتهانات وبعيدا عن أن نكون أدوات لمصلحة من شكل هذه الفصائل، لأننا يجب أن نعترف أن هذه الفصائل اليوم هي تعمل كأدوات للجهات التي شكلتها ولا تعمل كأدوات في يد المعارضة السياسية التي تناضل من أجل مشروع وطني. بالتالي تقولين سيدة سميرة بأن الخيارات ليست كثيرة وفقا للمعطيات على الأرض في الميدان، تحدثنا عن حلب، مشهد الغوطة الآن المتسارع وربما مشاهد متكررة في حمص، في حما، ربما درعا، وتظل المعركة أو المشهد الأبرز في إدلب. هل من الإنصاف القول بأن المعارضة وخياراتها الميدانية على الأرض وترجمات ذلك على طاولة التفاوض وصلت إلى نهاية الطريق أو نهاية اللعبة كما مرة قال السفير الأمريكي روبرت فورد ولو في سياق سوري آخر؟ مع الأسف لا نستطيع أن نقول أو نقر للنظام بأن انتصاره الميداني أو المسلح على الأرض يستطيع أن يضمن له انتصاره السياسي، على العكس تماماً، هو بكل ما حدث من انتهاكات لحقوق الإنسان ومن جرائم بحق المواطنين السوريين المدنيين هو زرع قنابل متفجرة في كل مكان في سوريا، وبالتالي هو لن ينعم بدولة هادئة. هو كل ما فعله أنه كان أيضا أداة بيد إيران وروسيا وأسهم في تقسيم النفوذ الدولي على الأراضي السورية، وبالتالي لا يوجد منتصر حتى الآن، لا يمكن الانتصار بقوة السلاح فيما يتعلق بقيادة الشعوب وفيما يتعلق بالمشاريع الوطنية. المشروع الوطني ينتصر بإرادة السوريين، بإرادة المواطنين الذين رفضوا النظام الاستبدادي، وأيضا هم الذين رفضوا أيضا الفصائل المؤدلجة التي قامت بممارسات وانتهاكات على الأرض أسهمت في رفض الحاضنة الشعبية لهم. إذن لا نستطيع أن نقول أن طاولة المفاوضات السياسية مالت إلى جانب النظام، على العكس تماما، هو استطاع اليوم أن يعطي كريدت لإيران وروسيا أكثر. واضح. والمعارضة أعطت مفاتيح أوراقها مع الأسف لتركيا وللولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذه الدول لن تعمل إلا لمصلحتها.